عايزك تكلميه في التليفون يا نعمة، تشوقيه، تشغليه، تخليه هو اللي يبقى عايز يشوفك. سكي. لا هي ما تجيش كده، احنا نبعت له رسالة الأول. صح، أنا قلت أنا اخترت صح. نبعت له رسالة، نبعت له رسالة نخليه هو اللي يبقى عايز يكلمك في التليفون، كأنك بتبعتيها لواحد تعرفيه، كأنك بتبعتيها لصاحبك. عايز رسالة يا نعمة من اللي بيجروا الريق. طب اكتب عندك: وحشتني يا مودي. يا مودي، من ساعة ما سبتني امبارح وانا مش على بعض. ايوه بقى يا نعمة، خش عليا. امبارح ما تيجي. ايه يا سوني؟ ايه يا بنت، في ايه؟ ده المودي. ما تيجي. بعت؟ وصلت. تمام، نشرب بقى كوبايتين قهوة لحد ما يتصل في التليفون. ماشي. قهوتك ايه؟ لو النبي، يمكن تكون غيرتها ولا حاجة. لا يا اختي ما بغيرش. ماشي. هو ردي ردي. الو يا مودي. حبيبة قلب مودي، هو انت مش بترد عليا ليه؟ ما انا رديت اهو. ايه ده، انت مش مودي؟ ما ينفعش مودي يعني ولا ايه؟ هو انت صحيح مش مودي، بس باين عليك دمك اخف منه. انت اللي باين عليك يا عسل. بقولك ايه، ما تيجي. مبسوط مني؟ عش على عش يا نعمة. بصي بقى، هو كده كده هيتصل، انا هديك العده دي عشان تروحي بيها، بس لازم تبقي عارفه ان العده دي كانها معايا، انا شايف وقاري كل حاجه. فاهم. لو بعتلك اي رساله فيها لينك اوعي تفتحيها. ده شكله هيبقى حوار عوق يا سوني. ولا عوق ولا نيله، ما تقلقيش، خليك انت بس في الملغيه. ان كان على الملغيه انت تؤمر. الله زمان يا نعمه. مبسوطه في الجواز يا بت؟ ألو، ينفع كده؟